السودان زعلانين قوي مننا. كانت موزة عندهم الأسبوع اللي فات، وراحت موزة زارت وعملت، هي حرة تزور كيفما شاءت يعني، زيارتها للسودان والحاجات والحاجات اللطيفة والظريفة. طيب فالسودانيين أشقائنا متضايقين إن هي راحت عملت مش عارف زيارات إيه وعملت وحاجات وبتاع، وعندهم مش عارف إيه، فالناس بدأوا وإيه اللي حصل في السودان وإيه الكلام ده. فطلع الإعلام السوداني النهارده شن هجوم عنيف جدا علينا، وطلع وزير الإعلام السوداني أيضا تطاول كثيرا. أوريكم الجرايد بتاعتهم قايلة إيه؟ أهو الحكومة تطاول الإعلام المصري على السودان بات لا يحتمل. الخرطوم للقاهرة، الحضارة السودانية أقدم من المصرية بألفي عام. مش هنقعد نزع في التاريخ يعني، التاريخ معروف مين يعني، مش هتكلم أنا على التاريخ يعني، أول مرة نسمع الكلام ده، ولكن من حقهم كل دولة تقول إن احنا أقدم دولة، لكن هو التاريخ بيقول إيه؟ هي أقدم الحضارات الحضارة المصرية، خلاص موضوع مش هنجادل فيه يعني، مش هنقعد نتكلم النهارده في 2017 نرجع 7000 سنة لورا، خلاص موضوع منتهي يعني. أحمد بلال اللي هم وزير الإعلام حديث الإعلام المصري عن الأهرامات السودانية سامج ومستفز، وأول مرة يعني نعرف إنه يعني احترامنا للأهرامات، معرفش عندهم الأهرامات دي، عنديش فكرة والله. موقع النيلين، الخارجية تبدأ تحركات لإنهاء الوجود المصري في حلايب. وطبعا احمد بلال برضو بيقول لك فرعون موسى كان احد الفراعنة السودانيين الذين حكموا مصر. وطبعا القناة المعادية طبيعي تدخل على الخط، قناة موزة تدخل على الخط زي ما حضرتك شايفين كده، تحرك سوداني لانهاء الوجود المصري في حلايب. وانا هنا عايز اقول لاشقائنا وللرئيس البشير، فخامة الرئيس عمر حسن البشير، والرئيس عمر البشير موجود في السلطة من سنة 89، منذ عام 89 موجود في حكم السودان. والرئيس البشير يعلم كما نعلم انه مصر والسودان كانوا بلد واحدة، كان فاروق الاول ملك مصر والسودان، إذن السودان كانت جزء من مصر، الاراضي السودانية بالكامل كانت تبع مصر، الخرطوم كانت ولاية من ولايات المملكة المصرية، يعلم ذلك الرئيس البشير، أو لو ما كانش يعلم يرجع شوية يقرأ تاريخ. ده رقم واحد. رقم اتنين، الرئيس البشير رجل طيب، ولكن هي بتبقى أحيانا كده في بعض الأجنحة في بعض الدول تسيء العلاقات، واحنا بنحافظ على علاقتنا بالشعب السوداني الشقيق تماما، ولا خلافات على الاطلاق. عندنا هنا 4 5 مليون اشقاء من السودان في مصر، 4 5 مليون، لا مليون ولا 2 ولا 3، بنتكلم 4 او 5 على الاقل، دي بلدهم، ما عندناش اي ازمه على الاطلاق، ولن يكون هناك اي ازمه خالص. وفي ظل العلاقات المتدهوره بين البلدين سنه 95 في محاوله اغتيال الرئيس مبارك في ذلك الوقت، لان الارهابيين كانوا في السودان، كانوا اتضربوا في السودان وراح اديس ابابا عمل عمليه ورجعوا تاني على السودان، وقتها قلنا الكلام ده واتنشر ومش هنرجع للتاريخ يعني، ومصر راحت مجلس الامن وقصص كتيره جدا. وقتها كان مطالبات ضرب السودان، وقتها الرئيس مبارك رفض ابدا انه يقوم